أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وجبت له الجنة.
قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.